الجميلة حنان ماضي، عودة بعد غياب طويل، فينك؟ في الدنيا ايه سبب غيابك الفترة اللي فاتت دي؟ ربنا هتعملي ايه الفترة اللي جاية؟ بإيد ربنا برضه. انت شفت النهاردة جماهير طلبت اغاني بعينها، و لقيت حد ناس بتحبك، يعني هو ده مش هيشجعك على انك ترجعي وترجعي بقوة؟ موضوع ربنا برضه. طيب الفترة اللي جاية يعني ما لازم نتكلم، ما هو كله ما كله كل ده بأمر، كله ما بأمر كل ده الله، كله ربنا، بإن شاء كل الله، حب بس الناس ربنا، رجوعي ربنا، غيابي كان ربنا. انا ما كنتش مخططه لاي حاجه، اقصد يعني ده في الاخر انا مش مخططه لحاجه. بس أكيد في سبب هتشكريه، يعني تقولي لي سبب. السبب مفيش سبب غير ان الجمهور اتغير والموسيقى اتغيرت والنوع المزيكا، الناس كانت بتتلقى نوع الموسيقى كان يخوف شوية، ملهاش أي معنى الصراحة. فكنت هتلاقي ازاي انك تشق طريقك وسط ده. فالحمد لله ربنا عمل لي حاجة كده، ده خرجت من خلال. انت عندك رصيدك ما يكفيك ان انت تخليكي تكوني موجودة على الساحة؟ بس انا كنت بكتفي بالتترات لانها كانت كويسه من ناحيه ان انا بنزل احط صوتي على طول، مش حاجه جاهزه، الكلام جاهز، اللحن جاهز، المسلسل كبير وفي مسلسل ممثل كبير ومخرج كبير، فده كان بيساعد ان انا ما افكرش في الموضوع ده، انزل على طول احط صوتي وخلاص، بعيد عن وكان بيبقى تواجد ليا من خلاله. التتراب بقى، ايه اللي جاي لحنان ماضي، سواء اذا كان سنجل او البوم او اللي جاي ربنا عالم بيه، بس هو اهم حاجه انا مركزه عليه في الحفلات. يعني ان شاء الله هنشوفك الفترات اللي جايه في الاوبرا او في ساقية الصاوي او الى اخره. الاوبرا او كذا حاجه معروض عليا، كذا كذا مكان الصراحه، بس هي بس ان شاء الله التوقيت اعرفه امتى وهقول لك. قولي لي، انت دلوقتي بقى اصبح فعلا لكل مواطن مطرب في الزخم الطربي دلوقتي، هتعصري هذا الكوكب ازاي؟ يعني هتحاسي هذا الجو ازاي؟ يعني مش هعصر ولا حاجة، أنا ليا شغلي اللي بعمله، أهم حاجة عندي الكلام، ألاقي كلام كويس أعمله، واللحن والتوزيع، انتهى الموضوع، هو ده المحيط بتاعي. حنان ماضي فين من أغنية الوطنية؟ لا فيه ومفيش في الأغاني مش وطنية. سلمى يا سلامة مش وطنية، كان اللي هي امبارح كان مش وطنية، كله ده يعتبر وطن. انت وحشتينا، وعايزين نسمع جمهورك من خلال عدسة اخبار اليوم، تقول لهم حاجة، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ انت عايز ايه؟ اغنية. خد بالك انا لسه خارجة من الستيج، اهدي لهم اللي انت عايزاه. وكان اولاد وبنات جيران، وكان اولاد وبنات جيران، براف كل قلب وعيون مليانة حب، براف كل قلب وعيون مليانة حب، كبرنا وعدى عمر اخدنا الميت مكان. كل سنة وانت طيبة وأسرتك طيبة. على المستوى الشخصي بقى، يعني انت عندك بنوتة و لا حبيبة بس. حبيبة بس، ربنا يخليها لك. الله يخليك. هنشوفك قريب ان شاء الله. في حاجة محددة يعني بعينها؟ يعني مش عارف والله، ما عارف. ولا تتر مسلسل ولا سنجل ولا لا، التترات دي بتاعت ربنا، لما بيحصل بروح يعني، لكن الحفلات لسه بننسق كذا مكان ننزل فيه ان شاء الله. انا كنت مش عايز اخد في السؤال ده، بس السؤال ده مضطر، ان هو سبب انفصالك عن ياسر عبد الرحمن، هو ده سبب ابتعادك عن الغناء؟ لا خالص. امال؟ لا خالص. امال السبب؟ السبب ايه؟ قولي لي، لازم تقولي لي سبب. مفيش سبب والله، ده ربنا جوزنا وبعدنا بس. الموضوع في انا عريس. اتجوزت انا وياسر عشان حبيبه تيجي بس خلاص. اتجوزت؟ ما فيش عريس قادم ان شاء الله؟ ليه؟ فيش عريس قادم؟ ده شرع ربنا يعني. كان يعني هقعد اقول الدعاء اللي بيقولوا قولوه علشان تتجوزوا، هشوف هيجي لي ولا لا. ايه هو فتح رب اني لما انزلت من خير فقير. ربي لا تذرني فردا وانت خير. ايه شروطك في حياه شريكك اللي يعني يكمل؟ بقول لك كمان دعاء عشان يجي لك رزق، يعني في الادعيه كتير قوي الحمد لله.
لا ايه شروطك في شريك حياتك؟ حياتي ايه يا عم، انا عندي 52 سنه خلاص. ربنا انت... ربنا يديك الصحه زي القمر. نمسك الخشب. لا 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 طبعا الحمد لله، بس انا ما فيش في دماغي حاجه من دي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. تقولي لهم ايه في السنه الجديده وسنه الهجريه و... تقولي لهم ايه؟ ربنا يعيدوا عليكم الايام بخير، ويا رب يكون السنه الجديده احسن واحسن، ويخلصنا من الهم اللي احنا فيه، وان الرئيس السيسي يشوف البلد ويطهر منها الارهاب ان شاء الله. يطهر منها الارهاب، يطهرها، يطهر الارهاب منها. يطهر الارهاب، يطهر الارهاب منها. ربنا يديك الصحة وأشوفك على خير دايما إن شاء الله. يا رب. شكرا.